نائب رجال العديد من المتتبعين كانوا تتوقعوا أن تكون النائب الأول في مجلس المدينة، ولكن الآن وليت النائب الأول في مجلس العمارة، أش التحول؟ ماشي تحول، أعتقد بأن الجماعات الترابية أصناف، كاين القانون التنظيمي 111/14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي 112/14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجامعات الحضارية والقروية، وكلها أصناف كلها لها مهام ولها مسؤوليات ولها صلاحيات. أعتقد بأنه المجالس الجهات تتكلف بالمهام الاستراتيجية، تتكلف بالتكوين، تتكلف بالمناطق الصناعية، تتكلف بما كل ما هو ما هي مؤهلات اقتصادية واجتماعية ديال الجهة لبناء جهة قوية عندها الطابع الاستراتيجي. فيما يخص مجالس العمالة والأقاليم خصها بالمشرع بالجانب الاجتماعي، والجانب الاجتماعي حتى هو مهم لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي والجانب التنموي بصفة عامة. لذلك أنا أميل كثيرا إلى الجانب الاجتماعي بحكم العلاقة، بحكم الفئات الاجتماعية اللي كنتعايشوا معها، وكتبقى الجماعات هي جماعات ديال خدمات القرب، خدمات من إنارة وطرق وأنفاق وقناطير وكذلك نظافة وبيئة وهذه. دونك الذي نتمناه هو أن يكون هناك تكامل بين هاد الأصناف الثلاثة ديال الجماعات الترابية. السؤال ديالي دائما تطرح هاد المشكل تاع التنسيق والتكامل ما بين المجالس الثلاث، واش هاد في الولاية غادي تقدروا تتجاوزوا هاد القضية؟ يمكن، لأنه المفروض في الجهة دير البي دي آر بلون ديفلوبمون ريجيونال، ومفروض من العمالة دير بلون ديفلوبمون بريفيكتورال برنامج تنمية العمالة، والجامعة الباك عندها البلون داكسيون كومينال برنامج تنمية برنامج عمل الجامعة. دونك كاين برنامج عمل الجامعة، برنامج تنمية العمالة، وبرنامج التنمية الجهوية. دونك هادو خصهم يكونوا كلهم تيمشيو في واحد، تكون عندهم واحد سميتو التقائية ديال هاد المدار. واللي مطلوب منا حنا دابا هو البرامج ديالها كلها خاصها تكون غادة مع النموذج التنموي الجديد وأهداف النموذج التنموي الجديد. لا ينبغي على أذهاننا أننا سننخرط ابتداء من سنة 2022 في تنزيل النموذج التنموي الجديد اللي غيستمر حتى 2035. أستاذ نوال، اختارت سي سعيد النصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، علاش اختيار سعيد النصيري؟ هو جاي من عالم الكرة إلى عالم السياسة. بالنسبه للاخ سي ناصري، يعني هي الكره، يعني اي واحد كيبغي انه يحقق ذاته، انه ينخرط في العمل السياسي، بالتالي يعني انه يكون يمارس الكره او اي مجال اخر، يعني كتبقى بان هي مزيان ان الواحد يعني يدخل للعالم السياسي، لان السياسه اما كتمارس او تمارس عليك، بالتالي يعني هذه الفكره ان الواحد يعني يكون في المجال الرياضي وانه يولي كذلك في العمل السياسي هي فكره ممتازه. كانت الاختيار ديال سي ناصري هو في اطار التحالفات الثلاثيه ما بين حزب الاسرى والمعارضه وحزب الأحرار وحزب الاستقلال، ونتمنى أننا يعني نكونوا عند طموحات الساكنة إن شاء الله. مجلس عمالة معروف أنه مجلس على ما هو اجتماعي وما هو يعني قرب للمواطن، واش نتوما عندكم شي برنامج في إطار هذه المسألة؟ أكيد عندنا برامج، وخاصة يعني أنا أميم طوك نمثل العنصر النسوي وكذلك عنصر الشباب، وكنا في هذه الآونة الأخيرة يعني منذ الانتخابات السابقة إلى هذه الانتخابات الحالية في تواصل مباشر مع الساكنة وخاصة فئة الشباب، وعارفين الهموم والبرامج اللي كتهم كيف قلت لك خاصة فئة الشباب، وحنا إن شاء الله غادي نكونوا عند حسن ظنهم وبمشاريع سواء في المجال الرياضي او الثقافي او الاجتماعي، يعني بكل المجالات ان شاء الله. اطار التحالفات اللي كانت بين الحكومه صافي خدينا للسيد الناصري، وثانيا هو كان شخصيه كان منفتح مع كاع الناس، سي بور سا حنا اختاريناه. وكيفاش تشوفوا التمثيليه النسائيه في المكاتب تاع المجالس الثلاث الدار البيضاء، جهه مدينه وعمل؟ الحمد لله حنا فرحانين بها، وكان ان شاء الله غتكون مسؤوليه، وغنبينوا حنا يدينا ان شاء الله خير، يكون خير. مجلس العمالة معروف انه مجلس على القرب وتاع المشاريع الاجتماعيه وهذا، واش نتوما عندكم واحد البلون باش تنفذوا هذه المسائل؟ يا بالطبع الساكنة الدار البيضاء صوتت علينا وعطاتنا الصوت ديالها، اذا حنا كنوعدوهم ان شاء الله غنديروا جهدنا وفوق الجهد ديالنا باش نكونوا على قد المستوى ديالهم، وان شاء الله نطمحوا يكون تغيير في المستوى باذن الله.